هننتقل بعد كده للأتموسفيريك بريشر ميجر منتس أو قياس الضغط الجوي. الجهاز اللي بيستخدم لقياس الضغط الجوي اسمه الباروميتر، وده اخترع بواسطة العالم تورشيلي. عبارة عن لونج كلوزد تيوب فيلد ويز ميركوري، أنبوبة طويلة مغلقة مملوءة بالزئبق، انفرتد ان اديش اوف ميركوري، قلبت في حوض من الميركوري. ازاي استطاع حساب الضغط الجوي من الطريقة دي؟ احنا قلنا من خصائص الموائع ان الضغط عند اي نقاط في نفس المستوى بيكون متساوي. اذا ضغط النقطة A مفروض يساوي ضغط النقطة B. ضغط النقطة B على سطح السائل هو عبارة عن الضغط الجوي اللي احنا بنسميه بـ نود. ضغط النقطة A هو ضغط عمود الزئبق اللي ارتفاعه H. اذا تورشيلي قاس الضغط الجوي بمعايرته بضغط عمود من الزئبق. في الظروف العيارية عند درجة حرارة 0 سنتيجري وعند سطح البحر، وجد ان الضغط الجوي بيساوي ضغط عمود من الزئبق ارتفاعه 76 سنتيمتر او 76 من 100 متر. حسب الضغط الجوي اللي هو بيساوي رو للميركوري في تسارع الجاذبية الارضية في الاتش اللي هو 76 من 100 متر، طلع بيساوي 1.13 × 10 ضرب 10^5 باسكال، وده قيمة الضغط الجوي في الظروف العيارية. المانوميتر عبارة عن جهاز بيستخدم لقياس ضغط الغاز المحبوس. عبارة عن المانوميتر تيوب على شكل حرف U زي اللي احنا شايفينها في الشكل، احد طرفيها مفتوح معرض للضغط الجوي، والطرف الثاني متصل بالإناء او الوعاء اللي محبوس فيه الغاز. ضغط النقطة A هو عبارة عن ضغط الغاز. ضغط النقطة B بيساوي ضغط النقطة A لانهم على نفس المستوى. اذا في الحالة دي ضغط الغاز هيساوي الضغط الجوي زائد ضغط عمود الزئبق اللي ارتفاعه H. يبقى هنا في حالة لما بيكون ضغط الغاز اكبر من الضغط الجوي. انما لو حصل العكس ممكن يرتفع الزئبق في الطرف اللي متوصل بالتيوب، يبقى ضغط الغاز بيساوي البي نود ناقص الرو في الجي في الاتش. اذا المانوميتر عبارة عن جهاز بيستخدم لقياس ضغط الغاز، انما الباروميتر جهاز بيستخدم لقياس الضغط الجوي. لو خدنا بعض الامثلة، يجلنا اول كويز اختيارات The dimension of pressure is، يسألني على ابعاد الضغط. طيب انا مش حافظ ابعاد الضغط، افتكر قانون الضغط البي بيساوي الاف على الاي. مش عارف ابعاد القوة، افتكر قانون نيوتن الثاني الاف بتساوي الام في الاي. يبقى الكتلة في التسارع على ابعاد الكتلة ام كابيتال، ابعاد التسارع ال تي ماينس 2، ابعاد المساحة ال تربيع. اطلع ال تربيع من المقام للبسط واغير اشارة الاس، يبقى ام ال اس سالب 2 وال اس موجب 1 يبقى سالب 1 في التي سالب 2. يبقى ابعاد البريشر ام ال ماينس 1 تي ماينس. من غير محفظ استنتجت الابعاد واقدر استنتج اي واحد. المثال الثاني، the absolute pressure at the point A below the water surface equal to، وجايب لي مجموعة من الخيارات. بقول الابسوليوت بريشر الضغط الكلي او المطلق عند النقطة A، ومديني رسمة عطيني قيمة الضغط الجوي 10^5، كثافة الماء وعمق النقطة. بطبق في قانون الضغط الكلي، البي ابسوليوت هيساوي الضغط الجوي زائد الرو في الجي في الاتش. هنا عطيني الضغط الجوي تقريبا 10^5، كثافة الماء الرو في تسارع الجاذبية الارضية برضو تقريبا 10 في عمق النقطة، يطلع لي 2 ضرب 10^5. يبقى الإجابة الصحيحة 2 ضرب 10^5 باسكال.